هاي أنا اسمي كارول حمال. I'm an art psychotherapist. معالج نفسي عن طريق الفن بدرجة ماجستير في الـ art therapy and counseling أو الـ art therapy والمشورة النفسية من جامعة دراكسل في فيلادلفيا في أمريكا. بمارس المهنة دي بقالي سنين كتير في مصر وفي أمريكا والعالم العربي. الـ art therapy من المجالات اللي في علم النفس اللي بتمزج ما بين حاجتين عكس بعض تماما، ما بين الإبداع والفن والابتكار وما بين العلم، والحاجتين دول لما بيتخلطوا مع بعض بيدونا الفرصة ان احنا نعبر عن نفسنا بطريقة متكاملة. كتير قوي بيجي لي ناس بتبقى مش عايزة تتكلم او مش عارفة تتكلم او مش عارفة تعبر عن الفكرة او الاحساس اللي هم حاسينه بطريقة مناسبة، وبالتالي الـ art therapy من المجالات اللي بتساعدنا قوي ان احنا نقدر نخرج الكلام ده بطريقة مرئية. لما بنقول art therapy احنا قصدنا طبعا الفن التشكيلي او الفيجوال ارت، يعني رسم، نحت، كولاج، الحاجات دي. لو انت ما بتعرفش ترسم مش مهم خالص، لو عمرك ما شفت الادوات دي في حياتك قبل كده برضو مش مهم خالص، مجرد رؤيتك للادوات دي بتبقى بتخليك كيوريوس شويه او عندك فضول ان انت تجرب الادوات دي، ودي في حد ذاتها بتقدر تخلينا ان احنا نخرج افكار واحاسيس كتيره قوي يمكن مش جايه على بالنا. الحاجات المهمه قوي اللي بقولها عن الارت ثيرابي واللي هي اللي بتساعد كتير قوي في تفريغ الشحنه، سواء كانت قلق، توتر، عندي مشكله في الشغل، عندي مشكلة عائلية، أو بعاني من مرض نفسي أو حتى مرض عضوي، فبنقدر هنا إن إحنا نقعد نتقابل مع بعض ونطلع كل المحتوى ده بطريقة مش موترة خالص. جزء من شغلنا كأرت ثيرابيست وجزء من التمرين بتاعنا المهم جدا هو تحليل الرسومات دي وتحليل كل تفصيلة صغيرة في الرسومات دي. وأول ما بنحلل الحاجات اللي بتطلع دي بنستخدمها دايما في الحوار اللي بيدور ما بيني وما بينك، وبالتالي كل حاجة وكل شخبطة صغيرة بنعملها ليها معنى، وكل استخدام لأي أداة من الأدوات بتاعتنا ليها معنى برضو. دوري هو أن أساعدك أنك تعرف الرسمة بتحاول تقولك إيه، دوري أنه دايما أفكرك أن الرسمة دي مراية للعقل الباطن بتاعك، وبالتالي في حاجات ممكن ما نبقاش مدركينها وعارفينها، والأرت ثيرابيست عبر التحليل بتاعه هيقدر يساعدك أنك تفهم ده، وهتفهمه عن طريق الحوار اللي بيدور بيننا ما بين بعض في السيشن بتاعتنا. تعالى احضر الارت ثيرابي سواء كنت مجرد بتعاني من شويه توتر يومي، او حتى عندك مشكله عائليه او مشكله في الشغل، او عايز تكتشف ذاتك، ففرصتنا ان احنا نيجي نتعرف على بعض هنا ونتعرف على نفسنا شويه بطريقه هتساعدنا جدا.